ويا مساء الخير. اليوم ان شاء الله راح اسوي معكم ألذ وصفة بيتزا ممكن تدقونها. دي مرة سهلة. هنا عندي العجين راح اكتبها لكم في الاخير. هنا عندي صوص بيتزا مشروم اذا تبغون طازج او معلب عادي. هنا عندي الخضار موزاريلا، نعناع طازج، هلبينو وزيتون اسود مع اخضر. اللي يميز وصفتنا اليوم هي الخبازة، من افضل الخبازات اللي استخدمتها على الاطلاق. رهيبة، غير انه حجمها صغير وتنحفظ باماكن ضيقة عادي. الميزة الاهم انها تخبز على الحجر، شايفين؟ هذه الميزة انا ما شفتها باي خبازة ثانية. واللي يعرف البيتزا الايطالية الاصلية، الخبز على الحجر له طعم آخر مختلف تماما. يجيك العجين منفوخ في فقاعات ومرة كريسبي من تحت، ومن فوق يصير استواء مختلف تماما على الخبز العادي. يجي معاها ملحقات، هذه اليدين الثنتين ممكن تشيلون فيها الفطائر، البيتزا، أي شيء. ويجي معاه هذا البديل للحجر، مصنوع من التيفال، ممكن تستخدمونه بعد للبيتزا وللفطائر.